ما شاء الله تبارك الله بالعجيب غريب. جهزنا هايلوكس تجهيز شبه كامل بالكهرباء، أهم ما كان فيه اللي هو تمديد بطارية، تثبيت بطارية 155 أمبير جافة مع محول 1500 واط صافي. أهم ما يميز المحولات اللي عندنا أنها تعطيك 1500 صافي، يعني لو جيب قدر 1500 واط شغلتك إياه بالراحة، ما هو مثل المحولات اللي في السوق مثلا يجيك 1005 أو يجيك 2000 الفعلي منها مثلا 1006 أو 1003 أو غيره. طبعا كذلك مع تركيب منظم للطاقة الشمسية والبطارية احتياط من الدينامو، كذلك مع إمكانية تشريك السيارة من هنا، ممكن تطق طق زر تربط بالبطارية هذه الأساسية وتسوي اشتراك للموتارك بكل سهولة، مع علبة الفيوزات ما شاء الله تبارك الله، عاد مكان ما في نار فاستخدم لك الشاشة اليدوي، لكن إن شاء الله التصوير كله واضح. طبعا سحب لنا أفياش جانبية، خلني أجيكم من الجهة الثانية أزين، أفياش جانبية هنا عشان يشغل عليها مثل الغلاية هذه ردة الخليج، وفيش ثاني من الجهة الثانية، وفيش ثالث في لوحة تحكم إن شاء الله يبغى يضيفها مع أدراج، سحبنا لها أسلاك الجهة الثانية، بس الله يبارك له، وهذا كله في العجيب والغريب.